تتواصل أعمال من قبل قسم المشاريع الهندسية في العتبة العباسية في إنشاء كلية مبنى التحليلات المرضية في جامعة الكفيل بتنفيذ شركة اللواء العالمية بواقع 6500 متر موزع على 5 طوابق تقريبا 1300 متر للطابق الواحد، حيث بلغت نسبة الإنجاز قرابة 90%. تقريبا عندنا 11 قاعة في الخمس طوابق كلها و12 مختبر، كل مختبر تقريبا 100 متر مربع.